لا هو انا عارف ادور في اوضه لما هدور في الصحراء. يلا بس انا متفائل. ايوه اكيد هيبقى جد هريسه دوت صاحب محاجر هنا ولا والورث هيبقى عربيات روري بقى وبندوزر ويبقى هو ده الكنز. ايوه افتح يا سمسم افتح يا سمسم افتح يا سمسم حسنسن ابويا. اسرع ايها العبد الكسول ولا تتلكا والا قتلتك. ده بنمثله فن هنا اكيد فجر الاسلام. فجر الاسلام بتصوروا فجر الاسلام ونبي عن النجم. عايز اسالك سؤال كده وانا اروح من هنا هنا ايه يا عم؟ وانا بقول لك انا عايز اتصور معاك بقول لك انا اروح من هنا ازاي عند الناس يعني؟ لن يتحدث معك عبدي الا باذني انا الملك. الملك ملك ايه يا عم انت واخده مفروش؟ كيف تجرؤ؟ كيف تجرؤ ان تتحدث مع عبدي دون اذني؟ وما زي النساء هذا؟ أمخنث أنت؟ من أي قبيلة أنت؟ اللي من أي قبيلة؟ من عند قبيلة عبيد. مالك يا عم الحاج أنت اندمجت في الدرع وكده ليه؟ وبعدين فين الكاميرات اللي أنتوا بتصوروا بيها هنا؟ ليه مندمج قوي ومحروق؟ أنا بسأله كلمتين. أنا بقول إذا كان ينفع هو ورد عليا ينفع مش هينفع خلاص يا عم الحاج هو حر. حر؟ أتقول على عبدي أنه حر؟ خسرت. ايه ده؟ انت قتلته بجد ولا ايه؟ يا نهار اسود ده المعاون هيطرقع لك على قفاك. يا للخساره كان عبدا رائعا. الان سوف اذهب الى السوق كي اشتري عبدا جديدا. هي فين ال فين ال فين الكاميرات اللي هنا؟ فين هي؟ فين؟ فين الكاميرات؟ الكاميرات فين؟ خسرت يا مخنث! ده بقول لك ايه؟ اصحى بقى يا عم الحاج! وهيحصل معاك الصح كده يا عم الحاج! خلي بالك ده احسن لنا بقى! بص اوعى 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 يا اوعى يا في الارض يا اقعد اركع يا ابني بقى وطلع جبالك كده وروح مزوعك وروح مع بعضك كده. ما هذا السراح السحري الذي ينفتح فينبثق فيتلولخ؟ أرجوك أرجوك لا تقتلني أيها السيد أرجوك. كاميرات فين؟ خلاص انهض انهض يا ابن المفضوحة. أنا يلا خلاص لقد عفيت عينك. عفوت عني لقد عفنيت عينك نيك عينك. أشكرك. فين بقى الكاميرات بقى فين؟ قول يا لا يخرب بيتك الموضوع ده بجد ولا إيه؟ وبعدين اللي عرفت ده بأنه هيعمل لي مشكلة بروبلم ولا بدا انت هذا بدا بدا يا قوم يا قوم هذه اخر قافله ستذهب الى مصر هذا الصيف. هل يريد احد ان يذهب الى مصر؟ هناك مكان لشخص واحد. السلام عليكم. والنبي انا يعني عايز اسال هي العشوائيات دي متجهه لفين؟ العشوائيات دي متجهه لفين؟ انا عايز اروح مصر. أنا لا أفهم شيئا مما تقول. أنت أعجمي؟ تحدث العربية. ما عنديش عربية أنا. أنا بقول لك عايز 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 أروح عايز أكلم بالعرب يعني؟ نعم. لقد سمعتك تهلفت بالكلام أن هذه القافلة دي ذهب إلى مصر. هل هذا كلام حسن ولا نجيب أم حسن؟ ولا أنا لا أفهم شيئا سواء تحدثت بالعربية أو بالأعجمية. وعلى كل حال هذه هي قافلتي سوف تتجه إلى مصر وهي آخر قافلة هذا الصيف وسوف تصل خلال شهرين أو ثلاثة أشهر. يا ويحي يا ويحي ثلاثة أشهر ليه؟ والجمل ده كم سي 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 سي؟ لا أفهم شيئا. وعلى كل حال سوف نشد الرحال على تلك الجمال. ما أجمل الجمال. يقولون أن الجمل سفينة الصحراء. هل دي حقيقة أم فتنة؟ يا رجل أنت تثرثر كثيرا. يا عم أنا اللي مصرصر ده أنت اللي ضارب الشريط كله. أنا أريد أن أذهب النهاردة اليوم إلى جدي هريسة قبل ما يتهرس ويموت. عايز أعرف مكان
ولا بلاش؟ أضحكتنى يا رجل. لماذا؟ لأنه من المستحيل أن تصل إلى مصر قبل شهرين، هذا على أقل تقدير. وهذه هي قافلتي، وسوف تتحرك إلى مصر من الحجاز. الحجاز؟ طب إحنا جدنا مصر الجديدة. نعم نعم. إيه ده نعم دي بتاعت أنا. مع السلامة عليكم. انتظر يا رجل، انتظر أرجوك. إيه؟ ينقصني فرد واحد لكي أتحرك بهذه القافلة. يا عم بسيطة، يا عم واحد مصر، لا لا عم الحاج معانا واحد مصر الجمل فاضي جوه. لا لا خش خش يا عم شيبوب، الجمل فاضي جوه، خش اركب اهو. خلاص يا عم اي حاجة.